تحياتي، مرحبا. أنا سعيد جدا اليوم لأن اليوم هو يوم مهم وتاريخي في بريطانيا. اليوم استقال رئيس الوزراء بوريس جونسون. أنا لا أحب أن أفكر في السياسة. أنا معلم اللغة العربية، أحب اللغات، أحب التدريس، أحب الثقافة. ولكن رئيس الوزراء هذا بوريس جونسون كان كاذب وكان فاسد، وأنا فعلا أعرف أني محظوظ الحمد لله أني أسكن في بلد فيه الديمقراطية. الحمد لله هناك ديمقراطية وهناك محاسبة، فالناس مثل بوريس جونسون لا يستطيعون أن يبقوا في السلطة لوقت طويل الحمد لله. وأقول نعم، أنا لا أحب السياسة ولكن أحترم دور السياسة في حياتي وفي بلدي، وأعرف أن بسبب الديمقراطية في بلدي أستطيع أن أعيش حياتي كما أريد إن شاء الله.